الشريحة دي هتوفر للناس كلها، في ناس دفعت شهر قسمت معهم الشهور اللي بعدها، وناس ضعفت كل الرصيد اللي عندها، وناس في الأزمة الاقتصادية وقفت جنبها. الشريحة دي الناس بتحبها عشان واضحة، لا بتغير في كلامها ولا بترجع في وعدها. الشريحة دي عروضها بتيجي في وقتها، وكفاية إنها قدمت وكل الناس تشهد لها. أقل سعر دقيقة في مصر كلها، الشريحة دي دلوقتي وقتها، لأن الاتصالات بتقدم لك أنظمة مفيش أجمد منها. الاتصالات دلوقتي وقتها.